قال كيما شفتوا كانت واحد السيده خذت واحد الموقف ماشي حتى موقف موقف قديم يعني درت واحد لقات واحد التصريح اخوان على مستوى الوفد تقلقوا طبعا لان كاين مس بالوطنيه ديالنا وبالوحده الترابيه ديالنا ولكن حنا اثرنا ان ما غادي نغيروا المقاربه وغادي نخليوه فاش غتجي المناسبه غادي يكون الرد طبعا المخرجات الغريب في الامر ان هذه السيده هذه خرجت مباشره بعد انتهاء الاشغال ديال المؤتمر اش كتقول تتمين مخرجات اللقاء والبيان شنو فيه ادانه المؤتمر الاسلامي لقرار الاتحاد الاوروبي ضد المغرب والاشاده ببيت مال القدس اللي كترأس السيد الله ينصر هو دابا وشوف راه الا الحماقه اعيت من يداويها وانت كتقولي كلام البارح واليوم كتناقضي مع 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 ذاتك وكتخرجي وكتتمني المخرجات حنا شنو فهمنا بان السيده تهضرات ماشي بالقناعه السيده غير مسخره سخرات ديك اللحظه ورجعت وهضرات في لحظه اخرى بلا بكلام لا علاقه له مع 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 الكلام مع الكلام الاول فالحمد لله كان حضور للوفد المغربي وهذه مناسبه نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي حضروا على الوفد المغربي وعلى البرلمان بغرفته ونزيدكم المغرب خلال هذا المؤتمر انتخب عضو اللجنه التنفيذيه اللي كانوا فيها الاشقاء الجزائر وما خرجوا وحنا جينا بلاصتهم هذا ايضا يعني كيمثل يعني الحضور القوي اللي كان للوفد المغربي طبعا كان لقاء ايضا على هامش يعني المؤتمر تلاقينا مع واحد مجموعه ديال الاخوان والاخوات اللي هما كيمثلوا برلمانات عربيه واسلاميه وقفنا على المستجدات ديال والموقف ديال البرلمان الاوروبي تجاه المغرب ونقدر نقول لكم يعني البرلمان العربي صدر البلاغ ديالو ادانه ولكن اليوم في هذا التجمع الاسلامي يعني راه فاش كنقول راه ماشي غير العرب راه كاين دول اخرى ماشي عربيه ولكن مسلمه وفعلا ابانت ايضا على الدعم ديالها وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.